بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي الجزائريين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. على كل حال اليوم راح نعطي لكم على المسلسل اللي كنا راح نخدموه تاع الرئيس كورسو. حبس يا للاسف، قدر الله وما شاء فعل. وراكم شفتوا على كل حال الاعلان اللي داروا مدير العام مجمع الشروق السيد علي فضيل، يعني وصرح الاسباب اللي خلات هذا المسلسل يحبس. انا على كل حال مانيش راح نهضر لكم على اللي يحبس ولا هذه حاجه، كما قال لك الاخر خيروا فيما اختاره الله. انا حبيت نهضر لكم على الاكسبيريونس اللي عشتها في هذا المسلسل. اكسبيريونس كبيره بالبزاف. اولا من ناحيه لي ديكور، شيء من وراء العقل حتى تغير، تقول يعني ان شاء الله نتمنى انه في المستقبل في بلدي ولو كاينين دي ديكور يعني من هذا النوع يعني. وثانيا الجو اللي كان تماك، يعني الكاس كان رائع جدا، لا من ناحيه التقنيين ولا من ناحيه لي ماكيور، لا من ناحيه لي كوستيم، يعني شيء هوليودي اذا صح التعبير، هوليودي يعني باتم معنى الكلمه. وبلا ما نحكي لكم على الاكسبيريونس اللي عشتها مع الممثلين الجدد، ما نهضرش على القدم اللي كانت عندي فرصه اني تعاملت معهم، كما سيد حميد عقومي ولا ملكه بالباي بلا حبل زيان. هذو يعني كانت عندي فرصه اني تعاملت معهم من قبل، بصح اكتشفت واحد لي جون يعني كان هذا العمل هذا شاف النور. ممكنين بزاف مخرجين ربما اللي راحين يكتشفوهم، اللي عندهم طاقات وعندهم مواهب كبيره كبيره، وان شاء الله نتمنى لهم انهم في المستقبل القريب يستغلوهم يعني باش يشوفوا الطالون تاعهم في الجزائر، يعني ناس عندهم خبره كبيره وعندهم موهبه كبيره في التمثيل. هذه بالنسبه لي جون يعني اللي عرفتهم. واش نزيد لكم نحكي لكم ثاني باللي ودي تعبنا بزاف، تعبنا بالبزاف في هذا المسلسل، يعني عشنا حتى لحظات تاع الثلج، يعني البرد ما نحكي لكمش البرد، انا عمري ما شفت برد كيما اللي شفتو في تركيا، برد عظيم. والخدمه كانت رائعه جدا، يعني من ناحيه لا تكنيك كان مستوى عالمي، يعني مع بعض التقنيين التركيين. وكاين واحد الماكيور يعني سي اون ديكوفيرت بور موا، ان غرون ماكيور اوزديمير، يعني اللي هو اللي كان مستكلف بيا يعني في فيما يخص الدور تاع كورسو، يعني هو اللي دار لي الماكياج. وعلى كل حال في هذا المسلسل ما لعبش دور واحد، يعني ما لعبش غير كورسو، لعبت اربع شخصيات واربع شخصيات مختلفه، يعني من ناحيه التمثيل ومن ناحيه الاداء ومن ناحيه الشخصيه، يعني شخصيه ما تتشبه الاخرى. يعني كنت متمني انه هذا العمل يشوف النور، لانه كنت موجد لكم حاجه شابه بالبزاف باش ندخلكم شويه فرحه ونزيد تشوفوا شويه التنوع الفني. يعني بذلت مجهود كبير، يا للاسف الخير فيما اختاره الله، هذا الشيء ما شافش النور. ربما ان شاء الله في المستقبل ممكن يعني هذا العمل هذا يعاود يعني يشوف النور. كاين ثاني حاجه واحده اخرى تريز امبورطون، المخرج عادل اديب اللي بذل مجهود كبير. يعني عادل اديب سي اون ديكوفيرت، انا اولا انسان مثقف جدا، سي ان بروديكتور، يعني ثاني البرودوي هو ثاني دي فيلم تاع السينما، وعنده ثاني خبره حتى في المسلسلات التلفزيونيه، يعني مخرج عبقري. واش نقول لك، يعني سي اون فيرتي واحد عربي في هذا المستوى. وكذلك الاخلاق، يعني ماشي غير مخرج برك، يعني كما نقولوا حنا ميتريزي لا تكنيك، ثاني اخلاقيا تعلمنا معه بزاف من الجانب الاخلاقي. وثالثا التواضع، واحد التواضع ما نحكي لكمش، يعني أول مرة في حياتي وين شفت مخرج قبل ما يبدا لقطة يقول بسم الله، يعني هذه في لاكارير تاعي هذه الشيء فرحني بزاف، يعني إنسان كان يصلي في البلاطو، يعني كي جاء أوقات الصلاة نشوفوه يصلي في البلاطو، يعني هذه شوية قليلة ما شفتهاش بزاف يعني في لاكارير تاعي. سيد حبيته بزاف، يعني باش نقولوها بالجزائرية خويا في الله، خويا في الله. وفنان كبير، يعني نتمنى انه ان شاء الله العمل تاعو هذا اللي كان هو متحمس عليه، كاين بعض الاحيان كنا نشوفوه تجيري اكثر منا، والله كنا نشوفوه تجيري. انا نشوف انا نرقد بكري ونوض بكري، كي نوض الاول اللي نصيبو يعني نايض قبلي هو عادل اديب، ونصيبو دائما مبرونشي مع الخدمه، يعني اللي نحييه بهذه المناسبه ونقول له ان شاء الله ما يطيحلوش المورال على العمل هذا اللي حبس لغالب لظروف. نتمنى له انه ان شاء الله بالك ربما نكملوه في المستقبل القريب. ونشكر كذلك علي فضيل مدير مجمع الشروق، يعني اللي دار مجهود كبير على كل حال باش يدير عمل فني كبير، والله غالب يعني ما
ما قدرش يلحق يعني باش يقدر يكمل هذا العمل اللي كان عمل ضخم وعمل كبير بزاف واللي يتطلب أموال كثيرة. نتمنى ان شاء الله بالك ربما في المستقبل الكريم يعني في المستقبل القريب يعني باش يجمع الاموال ونكملوا هذا العمل هذا تاع رئيس قرصون باش يشوف النور. هذا ان شاء الله نتمنوها ان شاء الله في المستقبل القريب. وكذلك على كل حال كاين اعمال واحده اخرى يعني تاع في بلادنا اللي داروهم يعني قناه اخرى يعني كاين اعمال واحده اخرى اللي ان شاء الله راح تجوز في رمضان وراح تشوفوها يعني وتكتشفوا بلي كاين مستوى ثاني. حنا تاعنا راهم يعني يديروا في اعمال جيده مؤخرا اللي سمعت بلي كان يعني اعمال مليحه بزاف اللي نتمنى ان شاء الله انها تفرحنا ونرفعوا كاع في بلادنا المستوى يعني من الآل الزاد يعني كل الممثلين وكل المخرجين اللي عندنا في الجزائر ان شاء الله نرفعوا المستوى باش نلحقوا للعالميه يعني بالجهد وبالعمل وبالاختيار المواضيع وبالسيناريو الجيد. وهذه هي يعني بصفه عامه شويه تلفت لي كيفاش نحضر بصح راني جاب لي ربي وصلت لكم يعني الفكره العامه وسمحوا لي بالبزاف على هذا العام. الله غالب يعني درت مجهود كبير باش يعني نفرحكم لكن الله غالب قدر الله وما شاء فعل. نتمنى انه ان شاء الله ربي يعطيني الصحه العام الجاي يعني وندير اعمال ممكن تكون واحده اخرى يعني ولا ممكن هذا قرصو يشوف النور وتشوفوا هذه الاعمال اللي بذلنا فيها مجهود ان شاء الله تشوفوها في المستقبل القريب. كاين حاجه واحده اخرى انا على كل حال وجدنا حاجه صغيره يعني ماشي انا اللي وجدتها انا كنت يعني كنت موراه برك هكذا يعني كما نقولوا احنا بالك كنت نوريونتي. ابراهيم وجد بعض اللقطات يعني اللي كان هو صورهم بهاتف النقال بالبورتابل. حبينا باك نوري لكم يعني قطره من البحر هذا اللي كنا فيه احنا في تركيا تشوفوا يعني شويه واش درنا يعني بعض الاعمال لقطات من بعض الاعمال اللي درناهم. وان شاء الله نتمنى لكم رمضان كريم ملكم ان شاء الله صيام وقيام وان شاء الله تتقربوا اكثر الى الله تستبنوا يعني دينيا خاش رمضان عنده علاقه بربي سبحانه. ونتمنى انه ان شاء الله تكونوا في سياحه جيده والعام الجاي ان شاء الله نتلاقاو في اعمال وان شاء الله نحاول كيفاش نفرحكم. الله غالب السنه ما قدرتش كما نقولوا هذه راهي فوق يدي العام الجاي ان شاء الله ونعطيكم بوسه جماعيه فوالا والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم اكشن.
Beautiful.